بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بنبدأ بإذن الله شباب في مادة الباثولوجي. أولا يعني إيه كلمة باثولوجي أصلا؟ يعني إحنا هندرس إيه في المادة ديت؟ إحنا هندرس فيها الأمراض، هي مادة دراسة الأمراض أو هي علم دراسة الأمراض. طيب كلمة ديزيز يعني إيه؟ يعني مرض. طيب تعرف إن كلمة ديزيز ديت مكونة من مقطعين، المقطع الأول هو ديس وده نفي، إيز ودي راحة، يعني نفي الراحة المقصود بها المرض. طيب باثولوجي ذات نفسها مكونة من مقطعين باللاتيني، الباثو دي معناها سفرنج واللوجس معناها اصطدم. طيب حتى الآن الدنيا مية مية. بعد كده اكتب لك جملة ان الباثولوجي ديت هي عبارة عن بريدج، كوبري ما بين مين ومين، ما بين البيزك ساينس والكلينيكال براكتس. نشوف اكتر على صورة عشان نفهمها كويس. ادي الباثولوجي اهي، هي عبارة عن كوبري ما بين مين ومين، ما بين البيزك ساينس شبه الاناتومو الامبريولوجي الهيستولوجي الفسيولوجي، المواد دي كلها اللي انت خدتها في المدولات اللي فاتت، اللي بيوصلها بالكلينيكال براكتس اللي هي مين؟ الباثولوجي. طيب لو تلاحظ ان الباثولوجي كتب لك جنرال باثولوجي وسيستميك باثولوجي. احنا عندنا نوعين من الباثولوجي، اول نوع اللي هو الجنرال باثولوجي، وده بإذن الله اللي احنا هناخده في المديول ده. انت بتاخد الباثولوجي كجنرال، الأساسيات بتاعة الباثولوجي. بعد كده في المديولات اللي بعدها بإذن الله تاخد السيستميك باثولوجي. يعني ايه؟ يعني حاليا مثلا هناخد شابتر بعنوان انفلاميشن او التيومرز. بنعرف اصلا يعني ايه تيومر اللي هو السرطان، يعني ايه مثلا. طيب في منه نوعين، حميد وخبيث، بناين وماليجنانت، بندرسهم نعرف مميزات كل واحد والانتشار بتاعهم، بندرسه بشكل عام. بعد كده مثلا في المديولات التانية هندرس التيومرز بتاعت الريسبيراتوري سيستم، في مديول مثلا السي في اس هندرس التيومرز بتاعت الهارت، مديول مثلا تالت هندرس التيومرز بتاعت الجي اي تي، وهكذا. دي اسمها سيستميك باثولوجي، انما احنا حاليا بندرس الجنرال باثولوجي. سواء جنرال باثولوجي او سيستميك باثولوجي فهما الاثنين عباره عن كوبري او بيوصلوا ما بين البيزك ساينس وما بين الكلينيكال براكتس. في عالم اسمه السير ويليام اوسلر ده حط لك كده ايه جمله، بيقول لك ايه، يور براكتس اوف ميديسين، يور براكتس اوف ميديسين ويل بي از جود از يور اندرستاندينج اوف باثولوجي. يعني ممارستك للطب بعد كده هتكون على قدر فهمك للباثولوجي. والله انت فهمت الباثولوجي كويس هتشتغل بعد كده، هتكون دكتور شاطر. ما كان عندك خلل في فهم الباثولوجي بعد كده مش هتكون شاطر في شغلك. هو حط لك الايه الجمله دي، يور براكتس اوف ميديسين ويل بي از جود از يور اندرستاندينج اوف باثولوجي. طيب ليه؟ يعني مثلا احنا بناخد التيومرز بتاعه الجي اي تي او التيومرز بتاعه السي ان اس، انت بتدرسها يعني التيومرز ده شكله عامل ازاي، الاعراض بتاعته ايه، طيب شكله تحت الميكروسكوب عامل ازاي، الكلام ده كله انت بتعرفه ككلام نظري. طيب بعد كده لما تكون دكتور وتشتغل انت هتطبق الكلام اللي انت عارفه اصلا وفاهمه هتطبقه عملي. فلو انت مش فاهم الاساسيات من الاول وبالتالي هيكون عندك خلل في الممارسة الطب بتاعتك. فالسير ويليام اوسلر قال لك الجملة دي. تمام كده دي المقدمة احنا خدناها، عرفنا يعني ايه اصلا باثولوجي، وعرفنا انها بتتكون من باثو وديت يعني سفرنج، واللوجس يعني ستادي، وهي كوبري بريدج بتوين بيزك ساينس اند كلينيكال براكتس، وعرفنا الجملة بتاعت السير ويليام اوسلر، وعرفنا ان الباثولوجي بتنقسم الى جنرال باثولوجي وسيستميك باثولوجي. اللي هناخدها باذن الله في المديول بتاعنا هي الجنرال باثولوجي. ده كده شابتر انترودكشن، يعني مش بيجي في الامتحانات ومش بيكون عليه أسئلة أصلا، هي بس مقدمة كده عشان تكون فاهم يعني ايه أصلا باثولوجي. بعد كده بإذن الله بنبدأ بأول شابتر معانا هو السيلولار ريسبونس تو انجري. يعني ايه سيلولار ريسبونس تو انجري؟ يعني استجابة الخلايا للإصابة، حصل أي إصابة أو أي استرس للخلايا، الخلية ديت هتتعامل مع الإصابة دي ازاي. يعني مثلا نضربها مثلا بمثال علينا احنا، واحد مثلا اتعرض لأي مؤثرات أو أي مثلا ظروف مثلا مادية
او مثلا مشاكل عاطفية او اي حاجة مثلا، هيتعامل مع المواقف دي ازاي؟ هل هو هيتكيف مع المواقف، هيعمل ادابتيشن، ولا مش هيعرف يتكيف ويحصل له انهيار عصبي بقى، يدخل في مشاكل نفسية، يروح مستشفى وهكذا. يبقى ديت حصل عنده إصابة، انهيار، معرفش ان هو يعمل ادابتيشن، معرفش يتكيف مع الظروف اللي هو موجود فيه. ده بنفس المثال كده نطبقه على الخلايا. انا عندي مثلا خلية هوت نورمال سيل، على فكرة يعني المخطط ده فيه ملخص للشابتر كله، فهو لو فهمته معايا حاليا هتعرف الشابتر كله بيتكلم عن ايه. خلية هي تفهمين اللي هي نورمال سيل، وتعرضت لستريس او انجوريوس ستيمولس، ماشي، اي عامل كده، هي كانت في امان الله خلايا طبيعية خالص، اتعرضت لاي مؤثرات خارجية، وهنعرف المؤثرات دي شبه ايه حاليا باذن الله. الخلية دي ممكن تعمل ادابتيشن، ممكن تتكيف مع الظروف وعادي تستحمل خلاص، او ممكن ما تعرفش تتكيف ويحصل سيل انجري، يحصل فيها اصابة، الخلية تتعب. طيب إصابة الخلية ديت ممكن تكون ريفيرسيبل وممكن تكون اير ريفيرسيبل. ريفيرسيبل يعني ايه؟ ريفيرسيبل يعني الخلية هي متصابة حاليا بس هترجع تاني للطبيعي، يعني مثلا اتعرضت لعامل اهوت من بره، لما تشيل العامل دهوت اللي بيأثر عليها الخلايا هترجع للطبيعي تاني. طيب الريفيرسيبل سيل انجري يعني ديت مش هترجع للطبيعي تاني، بمعنى صح الخلية ماتت، الخلية ماتت، دي بسمها لك سيل ديس. يبقى تاني خلايا طبيعية تعرضت لأي ستريس أو أي ايجنت من بره ممكن يحصل ادابتيشن، طب لو معرفتش تعمل ادابتيشن تتحول إلى سيل انجري. السيل انجري ديت في منها نوعين، ريفيرسيبل سيل انجري يعني بترجع للطبيعي تاني. طيب امتى اصلا تكون ريفيرسيبل سيل انجري؟ لو كان العامل دوت مايل وترانزيانت، يعني ايه عامل مؤقت وخفيف كده. طيب لو كان العامل اللي بيأثر على ده هو سيفير وبروجريسيف او مميت بمعنى اصح اسمه ليثال، ده يتحول كده الى irreversible سيل انجري، الخلية مش هترجع للطبيعي تاني. دي في منها نوعين، نيكروزيس وابوبتوزيس. نشرح تاني او ندي الخريطة اللي هنمشي عليها. احنا في الشابتر ده هو هندرس 3 عناوين رئيسية، adaptation، وده تحته 5 عناوين، adaptation تحته 5 عناوين هندرسه، بعد كده reversible cell injury وتحتها 6 عناوين، الجزء التالت معانا هو irreversible cell injury وتحتها عنوانين اللي هما النكروزس والابوبتوزيس. هندرس كل عنوان من ده، يعني هندرس 5 عناوين تحت الادابتيشن، 6 عناوين تحت irreversible cell injury، وعنوانين تحت irreversible cell injury. تكون انت فاهم الخريطة الأساسية اللي بنمشي عليها. تمام، في أول محاضرة بإذن الله هندرس الأدابتيشن ونخلصه تماما بال5 عناوين بتوعه. طيب في البداية كده قبل ما نخش في الأدابتيشن أو الريفيرسيبل سيل إنجري أو الريفيرسيبل سيل إنجري، لازم نعرف الاستريس دوت أو الإنجيرس ستيمولس عامل إزاي، يعني ممكن يكون إيه. فديت 11 سبب أو 11 مثال للعامل ده. ممكن مثلا يكون جينيتك، حاجات وراثية، حصل أي جين ديفكت أدى إلى الأدابتيشن أو يؤدي إلى سيل إنجري. إيدجينج، تقدم في السن أو الشيخوخة. نيوتريشنال ديستربانسيس، نيوتريشنال ديستربانسيس يعني إيه؟ يعني مثلا واحد بياخد فيتامينات، أو نخلينا في البروتين، الناس اللي هم بيروحوا الجيم مثلا، واحد عنده نقص في البروتين فده هيأثر على الخلايا بتاعة الجسم. طيب واحد بيروح مثلا جيم وبياخد بروتين، بس ايه، بروتين زيادة عن المعدل الطبيعي، وبالتالي هيحصل عنده إصابة للخلايا، يبقى دي اسمها nutritional disturbances. أو ممكن يكون endocrine disturbances. يبقى تاني أول 4 genetic, aging, nutritional disturbances أو endocrine disturbances. بعد كده 2 بحرف البي، psychogenic disease يعني أي حاجة مثلا نفسية وكده، شبه مثلا اكتئاب فمش هياكل فيخش مثلا في مشاكل بعد كده، او عنده mental stress وهكذا، يبقى psychogenic diseases. او physical agent، physical agent واحد مثلا اتخبط في دماغه وبالتالي ممكن يحصل عنده اصابة، او مثلا اتعرض للاشعة فوق البنفسجية وهكذا.
يبقى physical agent و psychogenic diseases. احنا خدنا الفيزيكال، هناخد الكيميكال. الكيميكال مثلا واحد ايه حصل له مثلا توكسيستي من دراجز معينة هتأثر مثلا على الخلايا بتاعة الليفر أو على الخلايا بتاعة الجسم وهكذا. immunological agents autoimmunity infective agent ischemia وهيبوكسيا. الفرق ما بين الاسكيميا والهيبوكسيا، اسكيميا يعني نقص في البلاد سبلاي، نقص في البلاد سبلاي، وهيبوكسيا يعني نقص في الاكسجين سبلاي. والكلام ده هنشرحه، الاسكيميا هنشرحها بإذن الله في الشابتر التالت معانا. idiopathic يعني unknown cause. اي حاجة هتتكرر معانا كتير كلمة idiopathic ديت، هقول لك مثلا من اسباب حدوث التومة الفلاني، هقول لك مثلا اربع خمس اسباب، وفي الاخر idiopathic. يعني ايه idiopathic؟ يعني ممكن سبب حصل بس انا مش عارف السبب فبسموه لك idiopathic. يبقى دي الاسباب بتاعت السيل انجري عموما: genetic, aging, nutritional و endocrine disturbances, psychogenic disease و physical agent, chemical agent, immunological agent, infective agent و ischemia, hypoxia و idiopathic. بعد كده بإذن الله بنبدأ في الأدابتيشن، بناخد الخمس عناوين بتوع الأدابتيشن. أول عنوان معانا هو الأتروفي، أول عنوان هو الأتروفي، تاني عنوان هايبر تروفي، تالت عنوان هايبر بليزيا، في ناس بتقولها هايبر بليجيا، الاتنين صح. رابع عنوان هو الميتا بليجيا، وآخر واحد هو الديس بليجيا. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ ده كده دايجرام مهم بيلخص لك كل الخمس أنواع. ديت الخلايا الطبيعية أهي، ده خلايا طبيعية خالص. الأتروفي شوف ملاحظ ايه، يعني ايه الاختلاف ما بين النورمال والأتروفي؟ ده حصل ديكريز في السيل سايز، حجم الخلايا قل فبسموه لك أتروفي. الأ دي نافي، وتروفي يعني نمو، أتروفي يعني عدم نمو. تمام، هايبر تروفي عكسه، هايبر يعني زيادة وتروفي يعني نمو، يبقى زيادة في النمو، زيادة في النمو، increase في السيل سايز، حجم الخلايا قل. وما هنا كام خلية؟ 2 4 5، هنا 5 برضه ولكن الحجم بتاعهم قل، هنا 5 برضه ولكن الحجم بتاعهم، هنا الحجم بتاعهم زاد وهنا الحجم بتاعهم قل. ده بالنسبة للأتروفي والهايبر تروفي. بعد كده الهايبر بليزيا، الهايبر بليزيا والهايبر بليجيا ديت انكريز في السيل نمبر مش السيل سايز، وده على أسئلة ام اس كيو يقول لك الهايبر بليجيا دي انكريز في الايه، في السيل سايز ولا في السيل نمبر؟ لا دي في السيل نمبر، كانوا خمس خلايا اصبحوا كام؟ اصبحوا تسعة. طيب الميتا بليزي انت ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان الخلايا كانت النوع ده هو اتحولت لنوع تاني خالص، يبقى ايه conversion of one cell type to another، اتحولت الخلايا من نوع الى نوع اخر. طيب النوع الاخير معانا هو الديس بليجيا، ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان عشوائية، يعني الخلايا يعني حجمها اتغير، شكلها اتغير، الترتيب بتاعها اتغير، الدنيا كلها داخلة في بعضها، دي اسمها ديس بليجيا. يبقى دي انواع الادابتيشن الخمسة: الاتروفي، هايبر تروفي، هايبر بليجيا، ميتا بليجيا، وديس بليجيا. طيب بنبدأ بإذن الله بأول واحد هو الأتروفي. ايه عنوان او ايه تعريف الأتروفي؟ انت عارف decrease في size of a tissue or organ due to decrease في size of cells، دي كده مهمة ومعلم لك عليها. طيب تمام، بعد كده انت عندك ال causes وال types، ال causes وال types اللي بتنقسم الى قسمين: physiological و pathological. دي متكررة معانا في كله، يعني مثلا اقول لك ال causes and types of metaplasia تكتب لي physiological و pathological، ال causes وال types بتاعت الهايبرتروف اكتب لي pathological و physiological وهكذا. physiological يعني بتحدث طبيعة اصلا في الجسم، pathological يعني بتحدث نتيجة لمرض معين. pathological في منها ثلاث انواع: atrophy of the thymus للغدة التيموسية، بعد البلوغ بتبدأ الغدة ديت حجمها يقل. أتروفي للصم embryonic structures after birth، الطفل أو الجنين ده هو وهو في الرحم في بعض الحاجات كده بيكون لها وظيفة، يعني بعد ما بيتولد خلاص ما عادش بيحتاج للحاجات دي فيبدأ يحصل فيها أتروفي، الحجم بتاعها بيقل. بعد كده أتروفي للبرين after aging،
بعد تقدم في السن او بعد الشيخوخة بيبدأ السايز بتاع البرين حجمه يقل واحدة واحدة. يبقى تاني في السايموس امبريونيك ستراكشرز برين دي كلها الحاجات دي بتحصل عند الناس كلها بصورة طبيعية، بسمها لك فيسيولوجيكال اتروفي. طيب الباثولوجيكال اتروفي يعني اتروفي بيحصل بسبب مرض معين. مدي لك 7 امثلة. اول واحد هو ستارفيشن اتروفي، واحد عنده طفل مثلا عنده سوء تغذية ان سي في مال نوتريشن، اللي هو بمعنى صح لحم على عظم، لحم على عظم او مش لحم، جلد على عظم. يبقى دي سيفير مال نوتريشن، سوء تغذية شديدة. ايه اللي هيحصل؟ ده العضلات عنده حجمها بيقل وكل جسم كله بيحصل فيه اتروفي، يبقى بسموهولك ستارفيشن اتروفي. طيب حصل مثلا اسكيميا، يعني ايه اسكيميا؟ يعني نقص في البلاد سبلاي اللي رايح لأورجان معين، فيبدأ يحصل اتروفي في الأورجان ده بسموهولك اسكيميك اتروفي. واحد تاني إيه مثلا؟ رجله مكسورة فمجبس رجله لمدة 6 شهور، بعد ما فك الجبس لاحظ ان رجله يعني حجمها صغر عن الرجل التاني، واكيد يعني لو في ناس جربت الموضوع ده او شافته يعني، فده بسموهولك ديسيوز اتروفي، لان الرجل المكسورة ديت 6 شهور مش بيحركها ولا مش بيمشي عليها وكده، فبيحصل ديسيوز سوء استخدام، فيبدأ يحصل اتروفي نتيجة لسوء الاستخدام بسموهولك ديسيوز اتروفي. ودي على سؤال ام سي كيو يقول لك البروك ليمب بتؤدي الى انهي نوع من الاتروفي، بقول لك على الاسئله اللي بتيجي على طول ام سي كيو واحنا ماشيين. بعد كده النيوروباثيك اتروفي، بكل بساطه بكل بساطه خالص، انا عندي مثلا ادي العمود الفقري طالع منه اعصاب، في عصب هو رايح لمصل معين. طيب انا جيت عند المصل ديت، جيت عند العصب ومثلا قطعته من هنا كده، يبقى حصل نيرف سيكشن. نيرف سيكشن يعني ايه؟ يعني انا قطعت العصب اللي رايح للمصل. طيب هل المصل دي هتشتغل؟ لا، يعني خلاص ما هو ما عادش رايح لها اعصاب، فبسميها لك نيوروباثيك اتروفي. طيب او ممكن سبب تاني يكون العصب متوصل ومية مية، ولكن في فيرال انفكشن انا اخدها باذن الله في اخر شابتر، بتروح الفيروسات ديت بتأثر على العصب، تاكل شوية كده في العصب بتأثر عليه، وبالتالي برضو العضلة هتتأثر، وبالتالي يحصل نيوروباثيك اتروفي. الفيروس دوت الحالة دي اسمها ايه؟ بايلو مايلايتس. بايلو مايلايتس يبقى نيوروباثيك اتروفي ده بيحصل في المصل due to injury of their nerves، بسبب إصابة للأعصاب بتاعتها، شبه حالات البايلو مايلايتس وشبه حالات النيرف سيكشن. رقم 5 اندوكراين اتروفي، يعني اتروفي حصل بسبب مشكلة في الهرمونال، حصل due to hormonal defect، اي اصابة في الهرمونز، يعني مثلا الجي اتش مثلا كان بيتفرز بنسبة معينة، النسبة دي اتقلت وبالتالي هيحصل اتروفي، بسمهولك اندوكراين اتروفي. بعد كده بريجر اتروفي، يعني مثلا يعني البنكرياس طلع فيه مثلا تيومر، فالتيومر اللي طلع في البنكرياس ضاغط على الاستومك، فالاستومك يعني في ضغط حواليه وبالتالي هي بتنكمش شوية بتصغر، بيحصل اتروفي، بسموهولك بريجر اتروفي. اخر واحدة ايديوباسيك اتروفي، يعني ايه ايديوباسيك؟ يعني انا مش عارف السبب بتاعها، يعني الميكانيزم ازاي حصلت بالظبط انا مش عارف. دي غالبا بتكون في حالات ايه؟ التستيكولار اتروفي والمايوباسيس. مايوباسيس يعني اللي هو العضلات حجمها بيقل، تستيكولار اتروفي اللي هو التستس اللي هي الخصية اتروفي، حصل انكماش في التستس، دي بسمها لك ايديوباسيك اتروفي. ان حصل الكلام ده بسبب ايه انا مش عارف. طيب بنعيدهم تاني، احنا عندنا فيسيولوجيكال اتروفي بيحصل في السايموس امبريونيك ستراكشرز وفي البرين، دي بتحصل عند الناس كلها، انما الباثولوجيكال اتروفي دي بتحصل نتيجه لامراض معينه. طيب المرض دهوت مثلا كان سوء تغذيه بيسموه لك ستارفيشن اتروفي، مرض كان اسكيميا يبقى اسكيميك اتروفي، واحد رجله مكسوره مش بيحرك يبقى ديسيوز اتروفي، العصب اللي رايح للعضله اتقطع نيروباسيك اتروفي،
مشكلة في الهرمونات، اندوكراين اطروفي، تيومر طالع في اورجان وضغط على اللي في ريحه يبقى بريشر اطروفي، او سبب انا معرفوش يبقى ايديوباثيك اطروفي. الكلام ده مهم، بيسألك فيه ام سي كيو خلاص، يعني يقول لك مثلا بروكن ليمب دي تبع مين، الديسيوز اطروفي، اللي المال نيوتريشن ستارفيشن اطروفي، اللي لو تيومر طالع في اورجان وضغط اللي حواليه يبقى بريشر اطروفي، وهكذا. طيب بعد كده نخش في العنوان الثاني اللي هو الهايبر تروفي. الهايبر تروفي عكس مين؟ عكس الاتروفي. اتروفي يعني عدم نمو، الحجم بيقل. الهايبر تروفي العكس، الحجم بيزيد، حجم الخلايا بيزيد. الاسباب بتاعته زي ما احنا عرفنا هي فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. فيسيولوجيكال بتحصل طبيعي، مديلك مثال enlargement of the size of uterus in pregnancy، يعني ده ابسط مثال خالص في الحمل، ان حجم اليوترس الرحم بيزيد بيحصل فيه هايبر توف، وبيحصل برضه فيه على فكره هايبر بليزيا، هنشرحها كمان شويه. الباثولوجيكال هايبر توفي يعني حاجات بتحصل نتيجه الامراض. ثلاث انواع A C H adaptive compensatory hormonal. A C H adaptive هايبر توفي، compensatory هايبر توفي، وهرمونال هايبر توفي. كل واحده شرحها نفسها. الادابتيف هايبر تروفي من اسمها حصل ادابتيشن، يعني مثلا مديلك مثال في السيستميك هايبر تنشن، ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم الهارت، العضلات بتاعت الهارت عاوزة قوة أكبر عشان تعمل بريشر أقوى وأكبر، فيبدأ يحصل فيها إيه؟ يحصل فيها هايبر تروفي. ودي في صورة في العملي بتشرح الكلام ده، وهنشرحها بإذن الله في العملي. يبقى دي بتحصل في الكاردياك ماسل، في الكاردياك مصل، في العضلات بتاعة الهارت في حالات السيستميك هايبر تنشن. هتتسأل فيها ام سي كيو ازاي؟ يقول لك في السيستميك هايبر تنشن بيحصل انهي نوع من الهايبر تروفي، هتكتب او تختار الادابتيف هايبر تروفي. طيب الكومبنساتوري يعني ايه؟ تعويضية. كومبنساتوري هايبر تروفي يعني تعويضية. مديلك مثال، مثلا واحد شال كلية، كلية اليمين مثلا شال، طب الكلية الشمال تسكت؟ لا، فتحاول تعوض، ايه اللي يحصل لها؟ حجمها يكبر. وكذلك بالنسبة مثلا للليفر، ممكن واحد يشيل حتة من الليفر، الحتة التانية ايه؟ حجمها يزيد والعدد بتاع الخلايا يزيد. هناخدها برضو كمان شوية. يبقى in paired organs، في ال paired organs removal of one kidney is followed by hypertrophy of the other one. لما تشيل كدني بيحصل بعد كده hypertrophy لل other one. اخر نوع هو الهرمونال هايبرتروفي. هرمونال هايبرتروفي يعني هايبرتروفي حصل بسبب زيادة في افراز الهرمونات، شبه مثلا الجروس هرمون اللي هو هرمون النمو الجي اتش، لو حصل فيه زيادة في الافراز هيحصل هايبرتروفي. طيب كده الحمد لله خلصنا الهايبرتروفي. يبقى بكل بساطة تاني، الهايبرتروفي هو زيادة في حجم التشو او الاورجان بسبب زيادة في السايز بتاع الخلايا. الأسباب والأنواع هما نوعين، فيسيولوجيكال هايبرتروفي وباثولوجيكال هايبرتروفي. فيسيولوجيكال مديلك مثال على زيادة السايز بتاع اليوترس في البريجنانسي. الباثولوجيكال ثلاث أنواع، أدابتيف كومبنساتوري هرمونال. أدابتيف دي بتحصل في السيستميك هايبرتنشن، بالتحديد في الليفت فينتريكل، المسلز بتاعت الليفت فينتريكل. الكومبنساتوري دي تعويضية، شلت كدني الكدني التانية حجمها هيكبر. هرمون الهايبرتروفي حصل زيادة في إفراز الهرمونات هيؤدي إلى هايبرتروفي للأورجان اللي هو كان الهرمونات دي بتأثر فيه. يعني النوع التالت معانا هو الهايبربليزيا. الهايبربليزيا هي زيادة في السايز of a tissue or organ due to increase في السايز ولا النمبر، في النمبر اوف سيلز، وده على سؤال ام سي كيو. هايبر تروفي يبقى دي السايز، التروفي والهايبر تروفي السايز، انما الهايبر بليزيا ديت زياده في النمبر اوف ذا سيلز. النوعين فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. فيسيولوجيكال اللارجمنت اوف سايز اوف يوترس ان بريجنانسي، شبه مين؟ الهايبر تروفي. فاصلا معلومه بتقول لك ايه؟ ان الهايبر تروفي والهايبر بليزيا usually occurs together، بيحصلوا على طول يعني مع بعض، أصلي واحدة زيادة في العدد والتانية زيادة في الحجم، فهما الاتنين يعني غالبا بيشتركوا مع بعض ويؤدوا
نفس العمل يعني في الاخر. طيب الباثولوجيكال هايبر بليزيا، المفروض هنا هايبر بليزيا، تمام. انا عندي نوعين، اندوميتريال هايبر بليزيا وكومبنساتوري هايبر بليزيا. اندوميتريال هايبر بليزيا مدي لك مثال ديو تو استروجين اكسس، يعني مثلا بطنة الرحم، اندوميتريال يعني بطنة الرحم بيأثر فيها هرمون استروجين. طيب هرمون الاستروجين دوت لو زاد عن المعدل الطبيعي، لو زاد عن الحد، هيروح يحصل هايبر بليزيا في الخلايا بتاعة بطنة الرحم، بتزيد عدد الخلايا اللي في بطنة الرحم وبتكون سميكة كده، يبقى ديو تو استروجين اكسس. طيب الكومبنساتوري هايبر بليزيا من اسمها دي تعويضية، افتر سيرجيكال ريموفال اوف وان كدني او بارت اوف ذا ليفر، دي شبه الفو بالظبط. يبقى كده احنا في حصتنا خدنا مقدمة اصلا يعني ايه باثولوجي، بعد كده خدنا خريطة للشابتر كله هيمشي ازاي، هندرس فيه ادابتيشن تحتها 5 عناوين، السيل انجري هندرس ريفيرسيبل سيل انجري ودي تحتها 6 عناوين، الريفيرسيبل سيل انجري وتحتها عنوانين، وخدنا الاسباب العامة كده بتاعت السيل انجري و11 سبب. بدأنا بالادابتيشن وعرفنا ان هو 5 انواع، خدنا منه 3، النوعين التانيين هناخدهم بإذن الله في الجزء التاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.